في الحقيقة وإحنا بنبحث عن وسائل التواصل الاجتماعي لفت انتباهنا مصطلح يمكن هو غريب وبدأ يتداول بشكل كبير في ركن عالم صحة المرأة تحديدا. المصطلح ده اسمه الدولة أو دولة، ولما دخلنا دورنا وفتشنا بشكل أعمق عن مفهوم أو الوظيفة دي اكتشفنا الآتي: هي مهنة هدفها توعية السيدات والأمهات بأهمية الولادة الطبيعية، مش بس كده، بتكون كمان رفيقة للسيدة في شهور الحمل الأولى أو ما بعد الولادة تحديدا أو فترة ما بعد الولادة. صحيح، يعني هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع وهذا المصطلح. خلينا نرحب بأستاذة هبة حبيب، مدربة بمهنة الدولة لمساعدة النساء الحوامل. يعني طبعا بنرحب بيكي، واعتقد ده مصطلح جديد علينا شويه حقيقي، هو فمحتاجين نفهم منه بقى ونعرف الساده المشاهدين. مصطلح الدوله هو مصطلح قديم على مستوى العالم، هي عباره عن رفيقه او مدربه بتساعد الام خلال مرحله الحمل واوقات ما قبل الحمل ان هي تهيئ نفسيا للمرحله دي، وان هي تبدا تتجهز علشان تستقبل مرحله جديده في حياتها، سواء مرحله استقبال طفل جديد من تطورات نفسيه او جسديه بتحصل في جسمها. دي أو غير الميدوايف يا استاذه؟ غير الميدوايف تماما، هي بتتعامل مع الام بالشكل التاهيلي. هي بتساعدها ان هي تفهم طبيعه جسمها. بس ما تبقاش دكتوره؟ لا، مش لازم تكون طبيبه او في المجال الطبي عموما، ولا تمريض ولا ميدوايف. بتدرس ايه؟ هي بتدرس كورسات خاصه بالتاهيل المباشر مع الام. تاهيل نفسي؟ تاهيل نفسي وتاهيل جسماني وتاهيل عاطفي في بعض الاحيان. اوقات بتكون في امهات في اول فتره من الحمل بتكون ما عندهاش تقبل اصلا لفتره الحمل، او ان هي تحمل اساسا، فمش حابه شكلها او مش حابه نفسها او مش حابه شكلها او مش حابه فكره ان انا هكون ام، ان في حاجه هتكبر جوايا وحاجه هتبقى مسؤوله مني وحاجه هتبقى فيها ضغط نفسي عليا بعد كده. فاللي بيحصل ان بعض الامهات بتكون هي اصلا مستعده بس محتاجه مساعده ان حد يفهمها ايه اللي هي هتمر بيه، سواء نفسيا او جسديا. وبعض الامهات بتكون مش متقبله فبتحتاج مجهود اعلى شويه علشان تبدا تتقبل فكره ان هي في مرحله جديده في حياتها وفيها تطورات مختلفه عن اللي كان قبل كده. دور المدربه بيكون من بدايه مرحله الحمل، بتكون متقسم على شويه اجزاء. اول جزء من الحمل بيكون اكتر التركيز عليه على التغذيه، على الصحه النفسيه للام، على علاقتها بالناس اللي حواليها من جانب الدعم النفسي ومن جانب الهدوء الاعصاب شويه، يعني الام تبقى في جو هادي، في جو صحي ليها شويه، ان هي تقدر تمارس العادات النفسيه اللي ممكن تساعدها في المرحله اللي بعد كده ان هي تكون بصحه احسن. اتفضل. يعني طيب خلينا نوضح للساده المشاهدين اكتر. هل يعني ممارسه هذه المهنه بتتعامل اكتر معها امتى؟ يعني اي وقت اللي بتكون التدخل فيها اكتر، وبناء على ايه؟ يعني ايه نوع الكورسات او التدريبات او الشهادات اللي بتحملها ممارسه مهنه الدوله؟ تمام، هي الدوله بتبقى ليها كورسات منفصله زي الميد وايف كده. يعني الميد وايف اصلا ما تكونش دكتوره، هي بتكون كليه منفصله، دي موجوده بره في امريكا وموجوده في انجلترا اكتر وهولندا. الكليه دي بتكون قائمه ومنفصله تماما عن اي مجال طبي او مجال التمريض، يعني هي بتبقى ليها دراسه 5 سنين. الكليه دي للدوله ولا للميدوايف؟ هي اصلا حتى دراستها مختلفه تماما عن دراسه الطب او دراسه التمريض. الدوله هي جزء منبثق من المنظومه الكامله لليوم الولاده، هي بتبقى زي كورسات منفصله، كل كورس فيها بيكون خاص بجزئيه معينه. يعني مثلا في دولات متخصصه اكتر في مرحله ما قبل الولاده، ان هي تاهل الام زي ما اتفقنا كده في الجانب النفسي والتمرينات والتغذيه. وفي دولات متخصصه في مرحله ما بعد الولاده، ان هي بتساعد الام في رضاعه طبيعيه وبتساعدها في مرحله النفاس، وان هي ازاي ترجع جسمها تاني على شكل اقرب ما يكون لمرحله اول الحمل. في بعض الدولات متخصصه في ولاده الميه والمساج، وان هي تساعد الام وقت الولاده نفسها ان هي تكون في حاله استرخاء علشان تحمل الالم. وعلشان يعني ايه تساعدها في ولاده الميه؟ ولاده الميه من طرق الولادات اللي بتساعد الام ان هي تكون صحيح، بس هي المفروض ان حسب كلام حضرتك انه هي لا تتدخل طبيا. لا، هي مش بتولد الام. هي بتساعدها ان هي تكون في المود اللي هيساعدها ان هي تكون هاديه. فهي بتخلي الام. استاذه هبه، انا هنا الفكره في ظاهرها هايله، هو الولاده، لكن انا اخشى ما اخشى الولاده ان يبقى في حاله من حالات الصراع او حاله خالص من حالات ما بين الاطقم الطبيه تحديدا والدول. تمام. لان فكره ان الدوله كمان هي اللي بتوجه للولاده الطبيه الطبيعيه، وطبعا دي حاجه مهمه جدا، لان احنا بقى في عزوف مؤخرا عن
الولاده الطبيعيه وليها فوائد كتيره جدا. هي مصر الاولى عالميا ما بقول لحضرتك وليها فوائد كتيره جدا لكن برضو الامر بيرجع طبيا. ما في احيانا بعض السيدات الولاده الطبيعيه قد تؤثر على حالتها الصحيه، فبالتالي على اي اساس طالما حضرتك مش مذاكره او مش دكتوره بمعنى ما عندكيش اقول ايه الهيستوري الطبي بتاع المريض نفسه او السيده الحامل، فعلى اي اساس انت هتوعيها بالولاده الطبيه؟ طيب الطبيعية. احنا عندنا الولاده عامه هي تيم، التيم ده بيكون عباره عن دكتور، عباره عن ستاف موجود من المستشفى بيساعد الام، عباره عن دوله بتساعد الام في الحاجات اللي هي اتدربت عليها طول فتره حملها، والعامل الاساسي الام. حقيقي. المحور الاساسي في الولاده هي الام. الفكره كلها ان لما بيكون التيم ده كله متوافق بمعنى ان كل واحد فينا فاهم دور التاني بدون تدخل تماما في اي حاجه تخص الفريق المساعد، يعني الدكتور عارف ان هو دوره اي حاله طبيه خاصه بالام، هو اللي بيقيم صحتها، هو اللي بيقيم تطور الجنين، هو اللي بيقيم النبض بتاع البيبي والحاله الصحيه للام وضغط الام وهكذا، كل الحاجات دي حاجات ميديكال الدوله ملهاش اي علاقه بيها. الدوله كل دورها وقت الولاده ان هي تساعد سايكولوجي اكتر بالظبط، ان هي بتساعد الام في التمارين، في التنفس، في الحاجات اللي ممكن تقلل الالم، في الحاجات الاوضاع اللي ممكن تسهل عليها نزول البيبي احسن، ان البيبي ياخد وضعيه كويسه في الحوض بشكل امن اكتر، فهي ما بتتدخلش في اي حاجه ميديكال. معلش انا اسف برضو على فكره يعني احنا على ارض الواقع في دكاتره معانا وانا عارف يعني استحمليني بس مش رخامه والله مني تمام. بس طبيعي الدكتور لما بيجي يولد تمام ولاده طبيعيه ما هو بيبقى في حد بيساعد في التنفس في الوضع المناسب. لا هو ده اصلا مش من ضمن البروتوكولات الموجوده عامه في الدول العربيه غير مؤخرا، يعني احنا مثلا هنتكلم ان من 10 سنين او من 12 سنه الدكتور هو بيجي لما الام تبقى خلاص في اخر مرحله من الولاده، والدكتور المناوب عنه في المستشفى هو اللي بيتابع الام توصل لاخر مرحله من الولاده، خلاص هتنزل البيبي الدكتور بيجي بيسحب البيبي ويطلع. ده المنظومه الاساسيه الموجوده في الطبيعي. اللي بيحصل ان التمريض مش دوره ان هو يقعد طبطب على الام او يقعد يقول لها نفسك مظبوط او نفسك مش مظبوط او اقعدي وضعيه مريحه اكتر، ده مش دور التمريض في المستشفيات. لا ازاي التمريض دورها طبي اكتر ان هي بتتابع الحاله الصحيه للام. لا 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 طبعا ازاي لا ازاي مش لا طبعا من دوره ازاي دي حاجه بعدين التمريض مش دورها نفسي دور. طيب ما هو انا بقى هنا في النقطه دي يعني احنا بنحاول نتناقش معاكي عشان نسال الاسئله اللي ممكن تدور في اذهان المشاهدين. انا متفهمه جدا انه هذه المهنه هي موجوده عالميا، لكن احنا بالنسبه لنا اي شيء غريب بنحب نبقى فاهمين ابعاده كويس جدا عشان ما يحصلش لغط ومحدش يستغل الموضوع بشكل سيء. انا دلوقتي حضرتك بتقولي ان في تخصصات مختلفه في الدوله حقيقي، يعني في تخصص ليه علاقه بالصحه النفسيه او الجانب النفسي وجانب اخر متعلق بالتغذيه وما الى ذلك. طب ما هو بمنتهى البساطه انا كأم ممكن اروح او يبقى معايا اروح لاخصائي نفسي. حلو جدا. ده حاجه او لايف كوتش او اي مكان اسمه. مظبوط مظبوط. ممكن اروح لدكتور تغذيه وفي الاخر دكتور حقيقي تغذيه جداً. ده بجانب بقى اصلا ان في الدكاتره دلوقتي اللي اعرفه يعني من الامهات ان الدكاتره بتبقى متابعه جيده لوزن الام وزن الطفل. هي اصلا بتبقى متابعه لكل هذه النقاط. تمام. فهنا بقى ايه المختلف في الدوله؟ هي لو الام على فرض ان الام دي قدرت ان هي توفر دكتور نفسي هيتابعها او لايف كوتش هيتابعها، هتوفر دكتور تغذيه هيتابعها طول الوقت، هتوفر دكتور نساء هيتابعها طول الوقت، هي في الاخر في حد بيلم معاها التفاصيل دي كلها من هو بيتابعها شبه يوميا او شبه على فترات اسبوعيه بحيث ان هو يعني يعمل لها زي سبورت ان هي بتنفذ كل الكلام ده بشكل صح. الام لو راحت للدكتور مثلا ممكن ترجع ما تاخدش العلاج اللي هو قاله لها عليه، ممكن ترجع ما تهتمش بالتغذيه يعني الدكتور كان حاجه بتبقى مرافقه للام بالظبط. هي سبورت يعني مقيمه مع الام. لا مش مقيمه معاها في نفس السكن. طيب هي ممكن حضرتك تعملي لي الدعم النفسي وانس او مجرد ما حضرتك مشيتي مش هعمل نفس الحاجه اللي مطلوبه او اللي انت قلتيها. في فرق بين التعايش والاقامه. التعايش ده ان انت بتبقى معاك الهيستوري بتاع الام كله وانت عارف هي نفسيا محتاجه ايه. يعني الام مثلا راحت لدكتور وماشيه على النظام اللي هو مديه لها، فجأة نفسيا هي حاسه ان هي مش مرتاحه، يعني خلينا نقول مش متوفر بتترجمي مشاعر الام لو هي بالزبط. مش عارفه تترجمها بالظبط. طيب هنا بقى السؤال، حضرتك بتاخدي هذه المشاعر لو حسيتي ان في مشكله نرجعها للطبيب؟ يعني حضرتك بتبقي بين المريضه والدكتور؟ لا انا بوضح للام العموم بتاع الحاله بتاعتها. اوكي حضرتك معاكي انا مش بتكلم في حاله طبيه دلوقتي. السؤال لا لو حاله نفسيه اديني مثال اديني مثال. ام عندها بتعاني من مشكله نفسيه تمام. من فكره انها بقى ام خايفه من مسؤوليات
تعاني احنا بنبدا ان احنا نفرغ المشاعر بتاعتنا الاول. انت خايفه بنفرغ مشاعرنا الاول، احنا ليه عندنا مشكله، ايه الحاجات اللي انت حاسه بيها، ايه الحاجات اللي انت خايفه منها. بنبدا في درجه معينه من التعاون بيننا. لو لقيت ان فعلا المرحله بتاعتها داخله في حاجه اوفر شويه، حاجه فيها زياده في الاذى النفسي عندها، لازم تحول لحد متخصص. بالظبط، ما هو ده سؤالي. يعني ما طبعا لو نقدر نقدم الدعم النفسي. انت الموضوع ابسط من كده، هي الفكره كلها ان احنا زمان كان اي جاره مثلا مع الام بتسال عليها كل يوم، تطمن عليها، اكلتي النهارده، عملتي. احنا كلمه تمارين اللي احنا بنتكلم عليها على فكره هي مش تمارين بمعنى ان الام بتبقى كانها في جيم كل يوم. احنا كان زمان كان في نظام معيشه معين، كانت الام بتلاقيها مقرفصه في الارض. كانت الست ممكن تروح الغيط او المكان الكبير، كل ده بيسهل فكره العضلات، فبيسهل فكره الولاده الطبيعيه. فاحنا بدانا نرجع تاني لموضوع الدعم، لان احنا عندنا مستوى المعيشه بتاعنا والنظام الفكري بتاعنا مش زي زمان. اولا الامهات زمان كان لما تسالي على الطبيعي كان تلاقي الشارع كله عارف. الست كانت ممكن تولد في البيت وجارت تيجي تولدها. صح كده؟ بس كان بيحصل معانا ايه؟ نسبه وفيات عاليه طبعا، عشان ما ينفعش الجاره هي اللي تولد. بالظبط، لازم هنا التدخل الطبي. بالظبط، لازم الدكتور هو اللي يكون متابع الحاله الصحيه للام والبيبي. طب فاحنا بنقوم بالدور اللي بنساعد فيه الام. ايه اللي حضرتك درساه؟ طيب احنا عندنا كورسات، احنا عندنا كورسات عالميه متخصصه في مجال الدوله. اوكي، اشهر حاجه فيهم موجوده السي بي اي اللي هو تشايلد بيرث انترناشونال، دي منظمه دوليه والكورسات بتاعتها كلها معتمده على اغلب مستوى دول العالم. عندنا بعدها في اماني، اماني مش اسم واحده، اماني اسيستنج مادر فور اكتيف انستكتيف بيرث. تمام، هي مختصر ان انا بساعد الام او مسانده الام. كل دي مسميات يا استاذه هبه، كل دي مسميات الكورسات. انا عاوز اعرف التخصص اللي في هذه الكورسات. يعني لو هنتكلم على حضرتك، حضرتك بتعملي في مهنه الدوله. تمام، ايه اللي انت درستيه؟ اللي درسته كورس بيأهلني ان انا اكون دوله، اللي هو بيكون فيه اسس التغذيه، تمام، اسس التمارين الرياضيه اللي الام محتاجاها اثناء مرحله الحمل واثناء مرحله الولاده عشان تسهل عليها نزول البيبي بشكل احسن، وما بعد الولاده في ان هي ترجع تاني جسمانيا لأحسن وضع لي. تمام، الجزء الثاني الجزء النفسي، ازاي اقدر اخلي الام تفرغ مشاعرها عن الحاجات اللي ممكن تصعب عليها وقت الولاده. بمعنى ان الام ممكن تكون مثلا محرجه ان حد يكون معاها شخص معين وقت الولاده، حماتها مثلا او اختها او وات ايفر مين ممكن يكون مفروض عليها وقت الولاده، او ان هي محرجه عامه ان هي اما هتولد هتكون بوضع مرتاحه فيه او لا. فانت لما تيجي تفهم الام من قبلها وتديها خلفيه اليوم ده بيمشي ازاي، الاحتياجات اللي انت ممكن تسهل عليكي ازاي، انت ممكن تكوني في حاجات ممكن تكوني متخيله ان هي ممكن تضايقك، وازاي ممكن نعمل حاجات مش هتبقى عكسيه بس على الاقل حاجات بديله ممكن تخليكي انت نفسيا اهدى. لا طبعا هو جانب مهم برضو، فكره انه يكون معاكي شخص عنده اجابات على كل الاسئله، يعني حتى فعلا الاسئله البديهيه اللي هو طب انا وانا رايحه المستشفى المفروض الشنطه مثلا يكون فيها ايه، طب وانا المفروض انام امتى، اصحى امتى، انام ازاي، وضعيه نومي ازاي. دي اسئله كلها على فكره بجد بتؤرق الامهات، خاصه الامهات اللي ممكن جدا لسه لاول مره يعني بتاخد تجربه الحمل. بس سؤالي هنا بقى لحضرتك يا استاذه هبه، الجزء الطبي، النصايح اللي ممكن تكون متعلقه بالجزء الطبي. طبعا بكل تاكيد. تمام، يعني اكيد. بس يمكن انا بالنسبه لي لسه ما فهمتش قوي الجزء الطبي منك، ف يعني هنجيله لاحقا. وانا متفق معاكي، لسه ما فهمتوش. يعني هنجيله لاحقا. كل ده بنتكلم عن حاجات نفسيه، دعم نفسي ودعم معنوي ودعم ليه علاقه بالتغذيه، لسه ما دخلناش قوي في الجزء الطبي. بس هنا في نقطه، الام هي اللي بتيجي لحضرتك، يعني ليكي مكان الام بتتوجه ليكي فيه؟ مظبوط. ولا بتكوني ضمن الفريق الطبي في المستشفى؟ لا، في بعض الدول بتكون من ضمن الفريق الطبي بتاعها، يعني المستشفى بتوفر من اول الدكتور القابله او الميدوايف او بعديها التمريض وبعديها في الدوله، وبعض الاماكن بتوفرها في المراكز الصحيه. واحنا حاليا على فكره بدانا الحمد لله بقى لنا حوالي سنتين بنوفر حاجه اسمها مشوره اسريه، او ان يبقى في حاجه زي الدوله بس على مدى اوسع شويه، من اول الحمل لحد 1000 يوم بعد، يعني اللي هي الالف الذهبيه اللي احنا بنتكلم عنها. الفكره فيها كلها ان الام تتابع طول فتره حملها واثناء مرحله الولاده وبعد اثناء وبعد بعد الولاده في التدريبات اللي خاصه بالبيبي اول فتره من عمره. تمام، فالفكره كلها ان احنا عندنا تيم موجود في المستشفى ممكن يوفر الدوله توفر ده جوه المستشفى نفسها كحاجه صحيه. ده موجود دلوقتي جوه المستشفيات حاليا، بدانا في موضوع مقدمي المشروع تبع وزاره الصحه. لكن مش موجود جوه المستشفيات لسه، مش المستشفيات الخاصه. في بعض الاماكن الصحيه الوحدات، بعض التمريض في المستشفيات اخذوا معانا كورسات ديت،
وبدا ان هو يبدا يبقى في جدوله لدخولهم بشكل رسمي من ضمن الفريق الكامل. نعم. اسال سؤال رخم شويه معلش اعذروني بس عشان نبقى فاهمين ويبقى الموضوع برضو واضح. مفهوم وواضح لدى الساده المشاهدين تحديدا. حضرتك بتتكلمي ان فكره الدكتور لما بيجي يتابع هو بياخد الحاله وما بيبقاش فيه متابعه مستمره بسبب ان هو طبيعي دكتور وعنده حالات كتيره جدا والوقت مش بيكفي. فافهم من كده ان انا عندي دوله لكل سيده حامل؟ المفروض اه. يعني حضرتك ما بتتابعيش الا سيده واحده فقط؟ لا. طيب ما يبقى مش المفروض اه. انا ممكن اعمل جروبات يعني مثلا ساعات الدكتور ممكن في دكاتره فعلا بتعمل كده بتجمع الامهات في يوم معين في الاسبوع ويبدا ان هو يشرح الحاجات اللي هم ما يقدرش يشرحها معاها وقت المتابعه العاديه. هو كده عمل ايه؟ هل احنا عندنا طبيب لكل ام؟ لا بس هنا ما هو يبقى هنا ما فرقتش بس هو عنده الخبره الطبيه بس وقت الولاده انت بتعمل زي متابعه مع الام. اوكي فانا ممكن ادي وقتي مثلا نص ساعه لكل ام مثلا في اليوم فممكن اخد مثلا حالتين في الشهر ثلاث حالات في الشهر على حسب مقدرتي انا ووقتي. ما دي بقى نقطه مهمه يعني حضرتك في الاول في الاخر ما بيبقاش عدد كبير يعني هو حالتين او ثلاث حالات. الامهات المهتمه بالطبيعي احنا عندنا برضو عندنا مشكله ان احنا عندنا نسبه عاليه جدا من الامهات اللي بتفضل القيصريه اصلا. ما احنا لسه هنيجي النقطه دي برضو بس الفكره بس احنا بنأكد على المعلومه دي ان الدوله ما ينفعش يكون معاها عدد كبير من الحالات لانه هي يعني بنتكلم برضو ان هي مش زي الدكتور بيتابع حاله بحاله حسب التقارير اللي قدامه حسب حاله المريض. هي الدوله بيكون عندها كل ام ليها فايل معين معاها فيها تفاصيلها وفيها احتياجاتها لان عندنا كل ام ليها شخصيه بالظبط. ما دي الفكره يعني. طيب بالزبط. خلينا نروح لفكره الولاده الطبيعيه برضو زي ما حضرتك قلتي انه في اقبال كبير الحقيقه من الامهات المصريات للولاده القيصريه. مصر بقت رقم واحد في الولاده القيصريه ليه؟ هي. الجوانب ليها اختلاف شويه بس انا اكاد اجزم ان اول طريق النسب القيصريه لما رفعت ما كانش بسبب الامهات. الامهات كانت اخذه اللاين من الاول ان احنا بنولد طبيعي مش بنولد غير الطبيعي. اول مرحله جت ان الدكاتره بدات ان هي تحفز الامهات ان القيصري اسهل هتنامي وتقومي تلاقي البيبي جنبك مش هتتعبي في طلق مش هتتعبي في تفاصيل ممكن تجيبك كتير. اللي انا قلت عليها اخشى ما اخشى ان يبقى في تبادل للاتهامات ما بين الدوله وما بين الدكاتره انتوا السبب لا انتوا السبب. بالعكس الدكاتره حاليا في اخر 10 سنين الموضوع اتطور جدا معاهم بس بقوا بيقابلوا ان الامهات ماشيه على الفكر القديم ان القيصري اسهل. فحاليا إن احنا الحمد لله بدانا في دكاتره كتيره بدات ان هي فعلا بتحاول تشجع الام. هل افهم من كلامك ان ممكن يحصل تعارض بين رايك وراي الطبيب؟ المفروض لا. المفروض ان احنا لو هنوصل لقرارين مختلفين الطبيب هو اللي صاحب الكلمه الاولى. الدولة ما هي الا راي متعاون. ممكن بعض الاحيان حتى وده حصل مع دكاتره الحمد لله ممكن الدكتور طبيا ما عندوش حل لحاجه معينه مثلا زي راس البيبي مش بتنزل بسهوله وقت الولاده. هي دي حاجه طبيا المفروض بتندرج تحت تعثر الولاده. بعض الاوضاع بعض التهيئه الجسمانيه لو حصلت للام بتسهل معاها الموضوع ده. ففي الحاله دي بالنسبه لنا احنا حصل تعاون بين الدكتور وبين المجال بتاع الدوله من غير تعارض تماما بين الرأي. عاوزين نحط تحت التعاون دي 50,000 خط ان هو لابد ان يكون الدوله هو جزء تكميلي. هو في تعاون في المنظومه الصحيه بشكل عام والدوله هو بيكمل هذه المنظومه الصحيه للوصول بحياه فيها نوع من انواع الرقي والصحه الجيده. وانا عايزه اوضح نقطه في الاخر اللي واقع عليها الاختيار لو وصلنا لمرحله ان الدوله بتفهم الام ان الدكتور ده عدوها وقت الولاده او مش هو ده الشخص اللي هيساعدها وقت الولاده كده بقى في مشكله. ده مش دور الدوله. بشكر حضرتك جزيل الشكر. دي ده مش دور الدوله مهمه جدا. وبالمناسبه فكره الدعم النفسي مهمه جدا جدا لان الامهات بتبقى حساسه جدا وبتختبر بنطلق عليه المود سوينجز او تغير في المشاعر جداً. طول الوقت فبتبقى محتاجه حد يتابع معاها طول الوقت يكون موجود جنبها ويكون حد فاهم وعنده خبره حقيقيه لان احنا احيانا نصايحنا لبعض بتكون مضره على فكره بدون من دون قصد لان احنا حالاتنا بتكون مختلفه. فالكونسبت نفسه او مبدا الدوله نفسه بحد ذاته زي ما حضرتك تحدثتي عنه هو اكيد مهم دور تكميلي مهم جدا للام. بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذه هبه حامد مدربه بمهنه الدوله التي تساعد النساء الحوامل زي ما شرحنا لحضرتك. شكرا لك يا استاذه هبه.